اعلنت قياده خفر السواحل انه في اطار المحافظه على الحياه الفطريه والثروه السمكيه في المياه الاقليميه فقد تم ضبط 820 مخالفه بحريه خلال الفتره من يناير وحتى يوليو الماضي من بينها مخالفات تتعلق بقانون التسجيل والترخيص وصيد صغار الاسماك والربيان وحيازه واستخدام شباك الجر العائمه ومزاوله الصيد في منطقه محميه في سياق متصل دعت قياده خفر السواحل كافه البحاره ومرتادي البحر الى الالتزام بالقوانين والاستجابه لتعليمات الدوريات في التوقف للرقابه والتفتيش مؤكده على ضروره التعاون مع الدوريات البحريه والبريه التابعه لها في اطار اداء واجباتها الامنيه